الشوط الاولاني اللي احنا شفناه الى حد ما المطلوب كان الفوز بالنسبه للفريقين، لكن ما شفناش الشوط الاولاني كده، شفنا الشوط الثاني بالشكل اللي احنا كنا متخيلينه. ايه الاسباب يا كابتن؟ فنيا المباراه طول الوقت تحس ان الزمالك اقرب وتحس ان الزمالك اقوى والفرص اكتر لنادي الزمالك، بس هي المباراه الاحداث بتاعتها يعني في اول اسبوع غير اخر 48 ساعه بسبب طبعا القرارات اللي طلعت. يعني انت شايف ان دي اثرت على كل الفرق اللي لعبت الماتشات؟ المشكله كبيره جدا يعني، انا بوجهه نظري يعني هي ما بتحصلش خالص في العالم كله. يعني الموضوع الهيكله بتاعت الدوري وبتاعت الفرق وبتاعت الفرص في 48 ساعه تغير الاحداث كلها. الاتحاد فرق وصلت بيراميدز والمصري رسميا خلاص بالظبط، ممكن يفنشوا مش في المركز ده، ما انا بقول لك بس وصلوا. الاتحاد مثلا هتلاقيه كان بيبني الاسبوع اللي فات ده كله مثلا اللي هو يتعادل مع الزمالك، يعني بسبب طبعا الزمالك بينافس ولوجيك لازم يعني هيكون عايز نقط على الاقل. بقى القصه كلها راح ان انا لازم اخد الثلاث نقط عشان اخش العب كونفدراليه. بقى الضغط عليه اقوى، والضغط على الضغط على والضغط على الزمالك كده كده، الضغط على الزمالك اللي بينافس الاهلي، الزمالك كده مضغوط. المباراه طبعا كده كده انت ما بتطلبش اداء دلوقتي، السبع ثمان ماتشات دول انت النتيجه اهم من الاداء. لكن لو بصيت فنيا في الماتش، الفرص نادي الزمالك اكتر، الزمالك اخطر، الزمالك باين ان هو هيكسب. الاتحاد ضيع وعمل ماتش كبير، لكن حتى بعد ما الاتحاد اتعادل لا الزمالك اخر يعني واخد الماتش كله او الفرص كلها مجمله على نادي الزمالك، تحس ان هو اقرب وهيكسب. ففنيا لا يعني انا ما حسيتش ان الزمالك النهارده. طب هكلمك على التشكيل، ويمكن كان حسين بيتكلم عليه ويا ريت ماجد تنزلنا تشكيل نادي الزمالك، وان كان ايضا تشكيل نادي الاتحاد اللي جميع لعيبته يعني ما شاء الله برضو من اللعيبه المميزه جدا. لو اتكلمنا على سيد سالم ولا صابر رحيل ولا محمد صبحي، طبعا لاعب الزمالك اصلا المعار الى الاتحاد، مع فوزي الحناوي وخالد قمر وعمار حمدي، كلهم لعيبه مميزه ايضا في الاتحاد. لكن تشكيله نادي الزمالك هو ما اختلفش فيها كتير، يعني هو خلاص بقى يعتمد على حسام يعني يعتمد على الونش، بيعتمد على الطرفين عبد الشافي والمثوسي خلاص، وغريبا المثوسي بقى خلاص واخد تشكيله اساسيه، بالاضافه طبعا لطارق حامد وبعض اللاعبين. يعني انت شايف ان الامور هي دي الثابته نادي الزمالك خلاص؟ في لعيبه استفادت في ال 40 يوم الراحه، واحد زي المثوسي دخل شويه في الفورمه. حسين قال حاجه مهمه جدا، ان هو بيعمل ما بين اوباما وشيكابالا، هو بيغير بس يعني مره يبدا بشيكابالا مره ينزل اوباما. يعني معاه ورق كتير في الدكه. يعني انا لو هتكلم بس على تغييرات، يعني كان ممكن النهارده بن شرقي يعني من اقل ماتشات بن شرقي من ساعه ما جه نادي الزمالك. صحيح انا معاك في دي، كان ممكن بن شرقي يطلع قبل شيكابالا، يعني عادي جدا مش لازم اطلع شيكابالا كل ماتش في الدقيقه 60 في الدقيقه 70، ما دام شغال كويس عادي. لو بن شرقي مش في الفورمه خلاص عادي ممكن يطلع، مش ممكن يفرق في ثانيه، لكن باين اللي بن شرقي من اقل ماتشاته. فهي التغييرات بس حاجه مأثره عليها بن شرقي، يعني موضوع التجديد ده مأثر عليها؟ طبعا يعني الزمالك اكتر فرقه بتعيش قصه التجديد دي، بتأثر على اللعيبه لان الموضوع بيبقى صعب شويه، وحسين عارف الكلام ده. يعني اللعيب بيبقى مشتت على طول يعني. لكن مش هينفع دلوقتي قصه يبقى مشتت، لان انت خلاص انت في المراحل الاخيره لازم تطلع كل اللي عندك. يعني حتى لو بن شرقي لسه ما حسمش قراره او مستني حاجه، عشان يعني مستني مثلا الزمالك ياخد الدوري، مستني ايا كان هو قراراته ايه، ما فيهاش يعني لازم يعني هو بيحقق تاريخ لنفسه في الاول وفي الاخر. بن شرقي من ساعه ما جه بصراحه يعني عامل شغل جامد جدا وفارق مع الفرقه وهو ضربه طبعا. لكن فكرني بحسين. لا حسين بن شرقي امكانياته زي السحبه كده والجري حسين كان في ثانيه يخلص لك الماتش، وبن شرقي نفس القصه. واكيد كارتيرون ما بيأخر التغيير، بيبقى عارف ان ده في ثانيه ممكن بيحاول يخلص. يعني عارف فكره التاخير بالنسبه للعيبه زي كده يا احمد، واحنا لعيب الكوره، ان دول اللي عندهم المهاره اللي في لحظه يخلص لك الماتش. هو صبر عليه النهارده، هو كان صابر عليه كتير في المباراه، واستنى ان هو يعد. وهو زي ما قلت هو عنده كان عنده حلول كتير، كان ممكن حتى زيزو كان ممكن ينقله المكان بن شرقي وينزل حازم امام كان موجود، وعنده اوباما، فعنده حلول. فهو ممكن النهارده استنى شويه وصبر على بن شرقي كتير، متوقع ان هو في اي لحظه ممكن يعمل اي حاجه. فعلا زي ما قال احمد برضه، شيكابالا النهارده كان كويس جدا وبدا الجيم كويس وكمل كويس، كان ممكن ان هو ليه بيبتدي بشيكابالا يعني في البدايات؟ يعني ممكن الامور تختلف. الاول كان انت كنت قلت بيعمل كده ساعات وبيعمل كده ساعات، لكن الفتره اللي فاتت اكيد شيكابالا بيقدم دور معين هو عايزه الراجل. هو طبعا الثلاثه الاساسيين اللي عنده قدام دايما بيعتمد على زيزو واوباما وبن شرقي، تمام، فساعات بيدخل شيكابالا معاهم ويغير. لكن النهارده لما بدا بيه
هو شاف اكيد الفتره اللي فاتت دي زي ما قلت ال 40 يوم دول راحه برضه عملوا حاجات كتير مع لعيبه كتير. في ناس بتقدر ان هي تكمل في ال 40 يوم دول يوصلوا للمباراه الوديه اللي لعبوها او اعتقد المباراه اللي فاتت دي يعني ممكن اجهدت ناس كتير في موضوع الاجهاد ده برضه مع ناس ال 40 يوم ما بتلعبش وبعد كده لعبت مباراتين في وقت قليل فبتعمل اجهاد للعيبه كتير. ممكن يكون الاجهاد سبب، هو المدرب الوحيد اللي يقدر يحكم ايه السبب، ممكن يكون في حاجه عنده ما حدش يعرفها خالص، تعبان مش في يومه او اي حاجه. لا وانا اقول لك ممكن كمان فعلا زي ما كده حته الروتيشن، ان انا ضغطه المباريات اللي جايه ورا بعض ورا بعض، فانا عايز ادخل الناس كلها في المباراه يكون كل جاهز. فهو دلوقتي مثلا شيكابالا ابتدى وبعد شويه راح منزل اوباما اللي هو ممكن هو بان النهارده على سيف وبن شرقي اللي فيه جهات. يعني بان النهارده في سيف نفس الطريقه نفس الاداء النهارده ما ظهرش خالص في المباراه. ما قدمش اي حاجه النهارده.